علشان تعيش يعني، فلازم الواحد يتعب شوية ويجتهد على قد ما يقدر. مش مهم ان هو يطلع ألبوم كل سنة يعني، يطلع كل 4 سنين بس يطلع حاجة تكون يعني تعيش فترة يعني. لكن ان شاء الله اكيد يعني لو في فرصة هعمل كده طبعا. والله ليا الشرف جدا ان انا اشارك في مهرجان افلام، واتمنى ان شاء الله الجمهور ينبسط وما تكونش اخر مره ويكون في مرات قادمه ان شاء الله. مدينه رائعه يعني، انا بس شفتها من شرفه الفندق يعني، بس اتمنى ان شاء الله يكون في فرصه اخرى اعرف يعني ازور المنطقه كده على رواقه ان شاء الله. كيفاش كان استقبال ديال المنظمين المهرجان بالنسبه لك؟ كله والله كله ممتاز، ناس على خلق وعلى مستوى راقي وتنظيم عالي، وان شاء الله تكون حفله ممتازه ان شاء الله. لا الحمد لله حتى الان يعني شغل بس. نشوفكم ان شاء الله في الحفله وان شاء الله تنوروا ويعني تنبسطوا ان شاء الله في الحفله.